وخلال مداخلة هاتفية في نشرة سابقة، تحدثت الأستاذة مروة الإسكافي مدير إدارة تطوير برامج الأفراد والمؤسسات في صندوق العمل تمكين، تحدثت عن أهم إنجازات النسخة السابقة من برنامج ريادات وعن مميزات النسخة الحالية للبرنامج. يأتي دعم المشاركة الاقتصادية للمرأة البحرينية كأحد أهم أولويات تمكين وأحد أهدافها الرئيسية، ونقوم على بتحقيق الهدف من خلال عدة مبادرات وعدة برامج مختلفة. وتمكين مؤسسة بطالما آمنت تمكين دور المرأة البحرينية كشريك فاعل مؤثر في العملية التنموية في الاقتصاد الوطني، فنحرص على تقديم أشكال الدعم المالي والفني والاستشاري اللي يدعم تقدم المرأة وتنمية أعمالها. فخلال السنوات الماضية قدمنا ما يزيد على 380 مليون دينار بحريني من برامج التمويل من خلال المحافظ المالية تستهدف المرأة مثل الريادات وغيرها، وتم دعم أكثر من 24 ألف مؤسسة مملوكة للنساء البحرينيات.